المسلسل برغم غياب تامر، لكن كنت قادرة انك تشيليه لوحدك بمواقفك الجميلة، بالسيناريو الجميل، بالحوار الجميل. احكي لي بقى، يعني استمتعتي بيه ازاي، والورق كان مكتوب ازاي؟ هو انا مش هقدر انكر طبعا ان انا اكيد مفتقده في شاوي، لانه عنصر مهم جدا وفي كيمياء عاليه جدا ما بيني وما بينه. مش هقدر اقول ان انا قدرت اشيله لوحدي وان انا لا، او ان في شاوي غيابه ما كانش مؤثر. لا كتيرك، لانه هو رفض انه يستمر في المسلسل. لا، هو في شاوي بحالات، ساعه تروح وساعه تيجي، فهو مودي يعني. مودي جدا يعني. فهو ممكن في الوقت اللي قرر، يعني هو ممكن بعد ما قرر ان هو مش هيعمله بعدها بيومين ثلاثه كان مقرر ان هو عايز يعمله، بس لا مش لا، عارف يقول. فانا لا، انا مش هقدر اقول ان انا لا تغلبت على فشاوي وجوده ما كانش مؤثر. لا، ده طبعا كلام هبل بس يعني. هو هاجم المسلسل على فكرة، حتى من قبل ما يطلع. لا، هو ما هاجموش ولا اي لا، هو حاجه. قال يوروني هيطلعوا لا بيه لا، ازاي من حرام. غيري. لا لا، حرام، ما قالش كده. لا، ممكن برضو لو قال كده انا عندي، سامحاه. لا مش مسامحاه، عندي نيه صافيه تجاهه. ان هو ممكن يكون قال كده برضو وهو متحمس قوي او متضايق، بس هو لازم يفهم، واتمنى ان هو يكون بيشوفني، ان احنا كان علينا مسؤوليه ان احنا لازم نشتغل، لان كان في ناس كتير المسلسل بالنسبه لهم ده اكل عيشهم. هو تخلى عننا وما حبش يكمل، بس انا شخصيا كان عندي مسؤوليه ان انا ده اكل عيشي ولازم اعمله، لان ده مصدر رزقي، وفي ناس كتير زي كان ده بالنسبه لها ده العمل الوحيد اللي عندهم خلال السنه، فكان لازم اشتغل. بس حي صراحتك الحقيقة. جدا، فانا كان لازم اشتغل يعني. بس في الحقيقه اكتر ان انا افتقدته جدا، حتى لو هو كان قال اي كلام. لا، انا كنت مفتقده جدا، لانه عنصر مهم بالنسبه لي، ممثل من الممثلين اللي فيه كيمياء عاليه جدا بيني وما بينه. طبعا ادوارد كان كويس، ونضال الشافعي كان كويس، وانجي وجدان، وطبعا الاسماء، رائع جدا. ومدام رجاء، مش انا اللي هقيمهم طبعا، الثلاثه الكبار الحيتان دول يعني، دول هم السند والظهر لينا في العمل. لكن بتكلم على الشباب، استاذ بيومي فؤاد بمصطفى بوسريع، كلهم كانوا عاملين ادوارهم كويس جدا، بس يمكن يعني الظروف بقى اللي حوالينا هي اللي ما ساعدتش العمل من وجهة نظري، عشان انا واخده على النجاح الكبير لتامر وشوقية. فبالنسبه لي لما ده يحصل، فانا اكيد لا يعني لازم اكون حاسه ان انا لا، مش ده النجاح اللي